نعم، هذين القمرين أي تدبير وخليج فارس هما ضمن قائمة من الأقمار الصناعية الجاهزة للإطلاق. من بين هذه الأقمار القمر الصناعي فجر، وكذلك القمر الصناعي خليج فارس، والقمر الصناعي شريف ست وفجر. إذن هناك أربع أقمار صناعية الآن جاهزة للإطلاق لدى إيران. نتوقع خلال الأسابيع المقبلة القليلة المقبلة أن تطلق إيران القمر الصناعي فجر، وهو قمر مهم للغاية. إيران الآن تحولت من مرحلة الأبحاث للأقمار الصناعية إلى مرحلة القيام بمهمات خاصة لهذه الأقمار. القمر الصناعي تدبير الذي أزاحت إيران اليوم الستارة عنه هو قمر مخصص للمسح الجوي والرصد الجوي. أبعاد هذا القمر 50 في 50 في 74، أي أنه أكبر من الأقمار الصناعية التي كانت إيران أطلقتها خلال الأعوام الماضية. يزن هذا القمر 50 كيلوغرام، أي يتطلب أيضا أكثر زنة من الأقمار السابقة، وهذا يتطلب حامل القمر الصناعي أكبر وأقوى من الحاملات السابقة. سفير هو الحامل المتوقع لهذه الأقمار الصناعية. فضلا عن ذلك، القمر الصناعي الثاني الذي أزاحت إيران الستار عنه اليوم وهو الخليج الفارسي. هذا القمر مخصص للاتصالات اللاسلكية، يوفر مساحة آمنة للاتصالات اللاسلكية لإيران وأيضا المحيط الإيراني والإقليمي. هذا القمر أيضا سيتم إطلاقه خلال الأشهر القليلة المقبلة. هذا القمر من إنتاج جامعة مالك أشتر الإيرانية التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية. إذا هناك قائمة من الأقمار الصناعية الجاهزة للإطلاق الآن لدى إيران. إيران أطلقت حتى هذه اللحظة ثلاثة أقمار صناعية. القمر الصناعي الأول كان أوميد، وبعده رصد واحد، والقمر الصناعي الثالث الذي أطلقته إيران العام الماضي هو نويد علم وصنعة. الآن القمر الصناعي الذي تستعد إيران لإطلاقه القمر الصناعي الرابع. إيران كما أشرت تحولت من مرحلة الأبحاث إلى مرحلة إنجاز المهمات للأقمار الصناعية، وهذه مرحلة مهمة. إيران الآن أصبحت ضمن الدول العشرة التي تمتلك كافة المراحل التقنية من منصات الإطلاق الرصد، وكذلك التحكم وتسلم الإشارات من الأقمار الصناعية. إذا لدى إيران دورة متكاملة من العلم الفضائي وإطلاق الأقمار الصناعية. كما أشرت، نتوقع خلال الأسابيع المقبلة أن تطلق إيران القمر الصناعي فجر. هذا القمر الصناعي الذي سيشكل قفزة تكنولوجية بالنسبة لإيران من ناحية المدار الذي ستضعه إيران فيه. يبلغ ارتفاع هذا المدار 400 كيلومتر. المدارات السابقة الأقمار الصناعية السابقة الإيرانية كانت 250 كيلومتر، وهذا يشكل قفزة بالفعل. إيران تتطلع حاليا لأن تطلق قمرا صناعيا للاتصالات حرفي ومهم يسمى بقائم في مراحل لاحقة خلال الأعوام القليلة المقبلة. إيران تتطلع أيضا لإطلاق قمر صناعي خاص للبث التلفزيوني الذي بطبيعة الحال سيكون على مدار شكرا 36 ألف كيلومتر عن الأرض.